نقف على آخر التطورات الواقع والحاصلة في إقليم تيغراي. معنا من أديس أبابا عبد الشكور حسن الباحث في الشؤون الإثيوبية والإفريقية. أهلا بك معنا سيد عبد الشكور، كيف تقرأ المشهد والصورة على الأرض؟ أهلا وسهلا بك وبمشاهديك الكرام. أخي العزيز، يعني حدث ما كنا نخشاه وما كنا نتمنى أن لا يحدث، والجيش الأثيوبي فعلا يعني أطبق على مدينة مقالي، وهناك من يومين تقريبا هناك في بنك لأهداف يتم قصفها بالطيران، وبالأمس يعني أعلن أحد قيادات الجيش الأثيوبي، وهو كما ذكرتم قبل قليل جنرال حسن، بأن يعني تم محاصرة مدينة مقلي يعني على بعد أقرب نقطة كانت 20 كيلومتر من أربع جهات تمت محاصرة المدينة، ومنها يعني إحدى يعني المراكز الاستراتيجية المهمة وهو جبل موسوبو، وهذا الجبل حقيقة يطل على مدينة مقلي، وأي قوة موجودة على هذا الجبل يعني تشرف على كل تفاصيل مدينة مقلي. فبالتالي يعني الآن يعني طبعا وسائل الإعلام الأثيوبية اليوم لم تتحدث يعني أشياء كثيرة، وعادة الإدلاء بالبيانات يكون بعد الساعة الثامنة مساء، يعني إلى ذلك الحين يعني وسائل الإعلام يعني لم ترشح أي معلومات دقيقة حقيقة. يعني طيب، يعني هناك حديث وإعلام النائب رئيس هيئة الأركان الإثيوبي، كان ذلك يوم الخميس، يقول أن المسلحين في ولاية تيغراي أجبروا الجيش على دخول حرب لا معنى لها. أيضا قال أن المتطرفين هاجموا القيادة الشمالية للجيش في الولاية. ما مدى دقة هذه التصريحات التي أدلى بها نائب رئيس هيئة الأركان الإثيوبي بشكل سريع؟ هذه معلومات تم توثيقها عبر بيان أدلى به أحد قيادات الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي، وقال أن كانت هناك استعدادات للهجوم أو يعني اجتياح مقلينا، ونحن قمنا بعمليات مباغتة وسريعة، ويعني استولينا على كل معسكرات، يعني معظم حقيقة تكون دقيق معظم معسكرات القطاع الشمالي للجيش الأثيوبي. القطاع الشمالي حقيقة وأضخم قطاع للجيش الأثيوبي باعتبار العلاقات المتوترة مع إريتريا، كما ذكر هذا القائد قبل قليل، ذكر بأنه من 70 إلى 80% من العتاد العسكري الحربي موجود في هذا القطاع، وهذا القطاع ينتشر على كل إقليم تيغراي. فبالتالي يعني ذكر بأنه تم الاستيلاء على كل هذه المعدات الثقيلة ومن مدفعيات. فبالتالي يعني هذه معلومات دقيقة جدا، وهذا الذي أغضب حقيقة يعني كل الجيش الأثيوبي، والحكومة الأثيوبية تقول يعني هذا هو المبرر الرئيسي في للقيام بهذا العمل العسكري. عبد الشكور حسن الباحث في الشؤون الأثيوبية، كنت معي مباشرة من العاصمة الأثيوبية أديس أبابا، شكرا جزيلا لك.